سامبلت فاطريزه في الكم صافي لي عزيز عليه السامبل دوي ولكن ما عرفش ما نقول اختي مريم موديل خيالي شوفي معايا الطريقه ديال اللهم بارك اختي وزيد في داري شوف تبارك الله اختي دروكا سير خيالي اختي مريم شوفوا لي الشاق النوار هو هذا النوار لا لون ولا شكل ولا على مر ديما كانت مش شحال هذه وكتبقى ما كديموداش راندا بالايد هذا الراندا كتصاوب بالايد داكشي ديزاين سيك ديزاين هذا ديزاين اخر اختي مريم صايم صايم اجي ولد اختي مريم غندوزو لشليفات شي حاجه خياليه خدمه بال دائما تشوف كريب كوريا كوريا كتجي الخدمه بالنوار حنا كنتواجدوا في كازا كازا درب السلطان اختي مريم بالنسبه للناس اللي طالعين على شارع محمد السادس اللي هو هذا هذاك شارع محمد السادس اللي لهيه غيدخلوا مع زنقة معمورة نيشان مع قيصرية مع قيصرية الزهرة تيتمو جايين نيشان تلقاو ها مدرسة أنقرة هي هذه مدرسة أنقرة تيتمو جايين تلقاو محل ديالنا الصغير راهو الزهيبة تيتمو جايين مسجد بن جلون هو هذا اللي فيه الخضر جامع بن جلون هنا تيتمو كتفوتو كتجيو كتلقاو هاد الزنقة ها هي كاش بليس هاد الزنقة كتدخلوا معاها كاش بليس كاش بليس شو هادي كاش بليس كندخلوا مع الزنقه ديال كاش بليس كتدخلوا مع هاد الزنقه هذه نيشان نيشان تلقاو المحلات ديال المحلات ديال ايوا حنا دابا جايين باش غنوريكم المحل ديال الجلابه كاينين كاين هاد العماره كامله شوفوا معايا ازياء هيبه هذه راه كلها كاين طاج قطن طاج تكشيطه وطاج ديال الصغار هذا هو المحل الاول اللي كتشوفوا معايا ها هو مكتوب فيه ازياء هيبه ها هو وكاين هذا المحل ديال الجلابه انفاس معاه ها هو دابا غادي نجيو ازياء هيبه غنجيو عند الاخت سميه اللي مكلفه بالجلابه المحل الثاني اللي فيه محمد رخيصه وهذا هو ازياء هيبه أيه. هذا هو العنوان اكزاكت السلام عليكم متابعين قناه مريم شانيل الكديري لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال اجيو معايا صورنا لكم التكشيطه والقفطان درنا لكم لايف دابا غندير لكم فيديو الجلابه السلام عليكم خويا انوار السلام ورحمه الله مرحبا بك اختي مريم ومرحبا بالمتتبعين ديالنا كاملين واليوم الحيوح في الجلابه اختي مريم حيحه كاينه الصباح فقنا مع 7:30 ديال الصباح باش نجيبوا الحيحه اختي مريم ما كاين حيحه السلام عليكم سفيان السلام عليكم وخاصو ديال الفريق ديال 1:30 السلام عليكم جايب والو هذا مرحبا بك ومرحبا بالمتتبعين ديال اختي مريم مرحبا بك وعشركم مبروكه اليوم اختي مريم كاين واحد الصوت واحد الهوته خياليه لا في الجلابه لا في القفطان الصغير الصغير بالنسبه للعواجل دابا الصغار الكتاكيت جينا عند الاخت سميه اجا سميه هي كتكون في هذا المحل كتكون في هذا المحل كتعامل معامله مزيانه مع الكليان مرحبا فيكم دائما حنا عندنا الجديد مرحبا ازياء هيبه تهلينا في المتتبعين سميه مرحبا بهم انا تنقول لهم ثاني خطره ساعه ندوزها معاهم ما كاينش المشكل مرحبا بهم عندها الخاطر تبارك الله ما شاء الله عليها سميه راه كتدخل بحداها وكتلبسهم وكتدركهم وتحدث معاهم ياك سميه وكتعطيهم الخاطر مرحبا لا جاو عند اختهم اش غتوري لنا شي جلابه اختي غتوري لنا شي جلابه في الجديد خلينا هذه هذه شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله اليوم من فوق هذه الجلابه من 150 درهم اختي مريم 150 درهم كريب اريزي كريب اريزي شوف 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 مريم هذه ما نلقاوهاش في شي بلاصه كنحسها كريب اريزي شوفوا لي مخزانيه كميمات كي دايرين ب 150 درهم والكرون طاي حتى علاش هذه؟ هذه 150 درهم هذه كرون طاي هذه اخويا 5 اكس اي واحد جوج ثلاثة اللوينات داك الخصومية وري من اللوان اختي غندخل من داك اختي مريم نوريك اللوينات كاين هذا اللون كاين هذا اللون اللون تيستكين كاين هذا اللون كاين هذا الفيشيا هذه تفرغت لينا اليوم كاين هذا كاين هذا كاين هذا احمر لا غير بصوف جلابه راه خلاص ليش جلابه الغاليه هذا ما لبسوهاش هذا تبارك الله ما شاء الله هذيك جلابه الحقيقه اللي جات وكل شيء كاين هذا شتي الثمن كاين هذا والكرون طاي والكرون طاي كاملين كاين هذا الموديل هذا حتى هو اللون في اللون عشاقين اللون في اللون هذا اللون اللون اللي طالب حاجه توب هاوتا 150 درهم 150 درهم شوف هادشي كلشي 150 درهم نحتاج فيشيا هادي هادو 150 150 درهم كامل بارك الله ما شاء الله هانتم البوردو كاين بزاف هذه بالنسبه اختي مريم هذه راه كاينه في الرباط ديال 150 درهم كاينه في الرباط موجوده بقوه اللي بغات الجلابه ديال 150 درهم في الرباط كاينه موجوده
الناس صافي اليوم مر فطور راه كاينه في الرباط، اللي بغى يجي مورا فطور الرباط راه كاينه موجوده في الرباط. ولا تكون في الرباط كاينه حتى هنا زلك تبارك الله ما شاء الله كاين من اللوينات هانتوما. انت اختي مريم كاينه هذه ثانيه، هذه السواقه الطوب، هذه براندا، هذه السواقه ديال راندا واعر. يعني 150 اختي مريم ما عندناش بوق 150 كتبان لها شي حاجه زوينه عجبني الاسود ديالها. شوفي شوفي هذا اللون، شوفي هذا اللون بلومارين، هذا البلونوي بلونوي، وشوف ديالها كريب. راه اختي مريم حنا دابا كنوريهم ديال 150 وكنمشيو نوريهم عاود ديال 180 ونوريهم ديال 200 درهم ونوريهم على كلشي. غادي معاهم شويه هذا المشماشي هذا فاش كاين هذا، شوف هذا اللون هذا كي داير، شوف هذا النوار كي داير شحال خزاف. هو هذا اللي كيفاش اسود داك اجي فين نكمل ليا التلوينه هنايا. كل بدا ما شاء الله هانتوما كل ليا التلوينه كيفاش دايره ديزاين كي سيف ديزاين اختي مريم. هذا هو اللي ورا هذه ديال شي ديزاين اخر اللي مازال ما باش نبينو. هذا الفرق ديال هذا بلورو، حنا علاش كنحلوا الاول اختي مريم الناس باش يسكرين باش اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها كتجي مهنيه، كتجي كتقول لها عافاك عطيني هذه كنجبدوها بلاتي خليها بحال هكا. ها هي هانتوما هذه 3000 ريال، يعني كلكم غتلبسوا جليبات والكرون تاي. الكرون تاي هانتوما 150 درهم، كل شيء لبس مع ازياء باختي مريم 150 درهم. كدي جليبه نقيه محترمه غزاله بالزواق ديال المعلم بالديكرادي بالالوان، عندنا موديلات كثار اختي في هادشي ديال 150 درهم كثار تبارك الله. ولي طاي ولي طاي 150 درهم. هذا اختي نوريهم هذا، هذا فين هذا الموديل، هذا هذا فين هذا الموديل، هذا ثاني هو ثاني هذا الشيء. هذا خلي لي سميه هذا بالنسبه عند سميه كاين الهوته اختي، الهوته 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 سميه عند الهوته بزاف راه كاين عندها كود والهوته كاين هذه تاعي فيها قال هذه تاعي مازال فاتا 5 اكس ال. شوف 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 انا راه دخلت انا والله الا دوخت شوف 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 تبارك الله ما شاء الله 150 150 اللونات لون توست لون. شوفوا معايا هذا السيال هذا بلا تسوفيا نخليها هكا. ها هي ها هي قول لي كي جاتكم حتى هذا السيال هذه والثمن 150 درهم. شوفوا لي هذا الزين هذا وريو ديال العقيقه السنين ديال 250 فقط. كاين هذه اللي هذه سول ديالهم وسرا كاين تما كاين فيها سمي كاين هذا التمرين فيها هذه 250 درهم كلي هذه حتى هي 300 درهم كاينه هذه تبارك الله ما شاء الله شفتوا الالوان هانتوما كاين قال الوان كاع الاشكال. شوفوا لي هذه هانتوما تبارك الله هذه حتى هي هذه حتى هي الثمن ديالها هذه 300 درهم 300 درهم كاينه هذه كاينه هذه حتى هي واو. شوفوا بلون كاسي بالنوار شي مريم واعره واحد تصاود على غفله جلال ديال العقيق اللي كانوا ب 450 درهم اليوم 250 درهم عند ازيائهم 250 درهم 250 درهم. الناس اللي خداو جلال ديال العقيق ب 600 درهم و 500 درهم يسمحوا لينا اليوم 250 درهم درنا فيهم السول سولديناهم 250 هنا هذا الموطارد شاد الاخت سميه هنا 250 درهم معنا حتى تجليليبات هادو تبارك الله ما شاء الله هادو مفاجاه اختي مريم القنبلات الاخير ما كاين في عالم الجلابه اختي مريم جلابه مخزانيه كتجيب القبيه مبطن التحتاني ديالو جوهره من التحت شوف معايا جوهره شوفي معايا القبيه كي جايب البانو هنايا شوفوا لي تبارك الله الصاله كي مخزانيه واش دينا جوهره ودرناها في القب من التحت اختي مريم ما درناش من الفوق العكس درنا العكس فهمتي اختي مريم انتم تبارك الله في القياسات دوري يا رحمه باش كيجي القب باين القب درنا درناه من الريم اللي باش يجي باين مع الكميمه والفرار كتجي اوفر سايز اختي مريم خزانيه خزانيه كلشي تيلبس تلبسها الال تلبسها الاكس كاين هاد الغوتفيشيا اوكي شوفوا لي حتى هاد الخداتر هذا أيه. شوفوا لي هذا جاي بحال قصيبي شي حاجه غزاله اختي مريم فن اللهم بارك هادو اختي مريم يلاه جبناهم من المصبل المعمل المصبانه من الفرار لعندكم عندكم باقي
ما واجديش نهائيا هادو جبنا هادي شعرك باش نصوروا منه. شوفوا باش تشوفوا صاله مخزانيه القم بطل شي حاجه طوب شي مريم والثمن الثمن هو غيسمع الثمن المايسترو ديالنا شحال غيبقى لينا هاد الجليليبات هادو نور. شوفوا لينا هاد الجليليبه هادي الجليليبه هادي راه تبارك الله عليه واحد الاقبال كبير صحاب السامبل اللي معمرو ديموندا اختي مريم اللي بقى هذا بحال قلتي جلابه ديما ما كديموندا ما والو سامبل جوهرري خفيفه راه ما مصلوحين الموال جابينكم من المعمل هنا باقي مصلوحين ما بغينا نوري المتتبعين ديالنا حتى المرافطو غيكونوا مقادين حتى شفات لي طاي فلي طاي من الميديوم 3 اكس ال 3 اكس ال شوفوا لي هذه ايفازي لقينا تنصطو خفيفه وسهله كاين هاد الترابي شوفوا معايا البورد ديالها كيف ديال الوان ديال كاملين بالنسبه للثمن اخويا انوار هاد الجليبه 250 درهم 250 درهم جلابه ديال 400 درهم في جهه اخرى عند ازياء هيبه ب 250 درهم 250 درهم هذه 250 درهم بالتقصير وبالجمله بالنسبه للجمله كتواصلوا معنا في الارقام لا كنخليو لهم في التليفون ومرحبا بهم اقل من هذا الثمن هذا والجمله راه كتبدا من 5 المشروع ديالها اللي بغات تبدا المشروع ديالها تعيط على ازياء هيبه راه تعاون معاها حنا كنتعاونوا مع الدراوش مرحبا بهم خليهم معنا عندو زوج كيلات اخرين كريب كريب بروميان ديال كوريا شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله انتوما انا اختي مريم كريب كوريا كريب كوريا الاصل حنا ديما كنخدموا في الكريب الاوريجينال اختي ازياء هيبه معروفه بالكريب كوريا شوفوا معايا زويويقه بالطريسات نص الطوق بزواق ديال المعلم بالضفيره فيرا رقيقه بالطريسات خدمه نقيه دياريه خدمه كلاس انيقه ما شاء الله هذا ديزاين رقم واحد اللي لابسه الاخت في الكحل وهذا ديزاين رقم جوج اللي لابسه الاخت في الموبا وفيها اللوينات ولي طاي فيها الوان كثار وزوق كثار اجي وري شويه معايا الديزاين تاعو ولي طاي حتى لاش هادو لي طاي متوفرين اختي من الميديوم 2 اكس ال 2 اكس ال شوفي معايا اختي ما شاء الله هذا الفيولي بال من الزواقه نص طوق بزواق ديال المعلم بالطريسنات رقاق خديمه نقيه والثمن 300 درهم اختي 300 درهم بالديتاي والجمله يتواصلوا معنا ثمن اخر والجمله راه كتبدا من 5 البياسات من 5 البياسات ماشي مشكل تعاونوا معنا خليكم معنا وما تمشيو فين وشوفوا معنا حتى هذا الموديل هذا تبارك الله بالنسبه للجلبه اختي مريم عندنا فيه موديلات كثار ما يمكنش نلبسوا كل شيء داكشي اللي قدينا نلبسوا باش الفيديو ما يجيش طويل شوفي معايا هذا موديل اختي مريم ما نهضروش هذا موديل ديال السبوله اختي مريم بالسبوله كتجي رقيقه في نص الطوق بالزواقه في الكم خياليه بالطرز داك الطرز المعمر وري اختي الكم باش يبان الطريقه ديال الطرز قربي لك باش شوفي الطرز بالالوان موديل اختي حقيقي هذا موديل خيالي اللهم بارك اختي مريم داير له هذا 600 درهم ولكن عند ازياء هيبه النص ديال الثمن 300 درهم ويبغى بالجمله معنا من 5 بياسات كتبدا الجمله توصيل داخل المغرب وخارج المغرب بالنسبه للعنوان غتلقاوه في اخر الفيديو مصور شوفوا معايا تبارك الله هذا الكريب كوريا كيف ديما كنهضروا بتزويق الطرز بالالوان نص طوق خويا الله يبارك الثمن 300 درهم خدمه خياليه والصاله ايفاز وكبير بحال حطوا طريقه ديال داكشي مخزاني ولي طاي حتى لاش سفيان من سمول ل 3 اكس ال 3 اكس ال اييه الثمن 300 درهم تمريم عاوتاني اختي الحماق ديال الزواقات اختي مع ازياء هيبه شوفوا لي موديل يزيك موديل ديزاين يزيك ديزاين هذا ديزاين اخر اختي مريم بالخدمه جايه في نص طوق بالورده داكشي بالالوان غزال شو الموف كي جا ماري مع داك البيستاش الفير انيس شوفي معايا الموف كي جمري مع ديك الفير انيس بالخدمه هابطه بالقطيب من التحت ملاقيه بالقطيب من التحت خدمه دياريه ما نهضروش اختي على الثمن ما كاينش 250 اش كتقول 250 درهم جلابه كريب ديال الكريب اوريجينال كوريا ديال 500 600 درهم وعشاق الايفازي زائبه ب 250 درهم شوفوا لي تبارك الله شوفي معايا الفيغ رويال تيحمق بالجون بالاورانج والجون جاي باش ماري خديمه من السطوق جاي ملاقيه بالقطيب ما نهضروش خدمه ديال 600 درهم 250 درهم 250 درهم 5000 ريال جلابه ما هضره داويه على راسها غير كنبغيو حنا نديرو شويه الانشطه وصافي اما الجلابه كتوقف بين واقفه قدامك اختي خليكم معنا ندوزو شكيلات اخرين ودابا ودابا اختي مريم العشاق الراندا الراندا اللي هي زواقه بلديه على مر ديما كانت من شحال هادي وكتبقى ما كديموضاش راندا بالايد هاد الراندا كتصاوب بالايد اختي مريم في الكريب كوريا بالدريز في راس الكم ملاقيه كلها بالراندا ملاقيه بالراندا بالدريز في الكول داير على القب كامل هابط نص طوق بالراندا خدمه نقيه
خدمه دياريه اختي مريم في الكريب كوريا تيتواجدوا فيها اكثر من 20 لون لي طايب من الميديوم 4 اكس ال. شوفي معايا هاد غوز فيشي تبارك الله اللهم بارك توب اللهم بارك. وبالنسبه للثمن اختي مريم غنفاجئك ما كاين 400 درهم ما كاين 450. قبل ما تقول لي الثمن قول لي قياسات اللي كاينين من سمول 4 اكس ال في الراند 4 اكس ال سمول 4 اكس ال الثمن. هذا كريب كوريا كريب كوريا اوريجينال راند بالايد درس في الكمام درس في الكول ما نهضروش شي حاجه خياليه خدمه نقيه 300 درهم 300 درهم خليكم معايا ما كاين 500. غندوزو القفيطنات شي حاجه قفيطنات جليل بات جليل صايم 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 اجي والبنات دابا اختي مريم غندوزو جليل بات شي حاجه خياليه خدمه دائما تشوف كريب كوريا كوريا كتجي الخدمه بالنوار حيت النوار الخدمه بالنوار هذا العام طوندونس خدمه بالنوار رشيمه شو رشيمه كيفاش دايره اختي زويقه ديال المعلم خفيفه وسامبل داكشي الزوين خدمه نقيه ما شاء الله تيعطي الديكغاداج بالنوار مع كاع الالوان دابا الغوز الناس اللي كيبغيو الايفاز باسك فن تبارك الله ما شاء الله كاين خدمه بالنوار اجي تشوفوا معايا لو جون سيتروني تبارك الله ما شاء الله شي معايا الخدمه كي دايره اللهم بارك خدمه نقيه هابطه الزويقه ديال المعلم نص السطوق وهابطه حتى لتحت فتحات في الجناب فراس الكم الخدمه ولا كولور كي جايه فيف وما فيهاش غير هاد اللوينات راه كاينين اللوين كل موديل فيه 20 لون كل ولي طاي وايفازي كيف كتبقى وبالنسبه للثمن اختي 300 درهم 300 درهم واللي بغى الجمله راه يتواصل معنا ديما كتكون قلب خليكم معنا دابا ودابا اختي مريم غادي ندوزو لداكشي الجمله ديال 500 درهم ولكن دابا انا عندي المحل شحال غنديروا الان عرفت الزربه وداكشي 300 درهم يلا سي 300 درهم المهم غنسبقوا الثمن قبل ما نهضروا عليهم 300 درهم هذا الموديل. شوفي معايا اختي مريم الخدمه كي دايره تنبات خيالي بالالوان بالخدمه ملاقيه بالتنبات في الكريب كوريا الهديب في الكول الهديب في الكمام خدمه اختي مريم توب ديال الطوب هادو الديزاينات جداد ديال هذا العام التنبات جديد والثمن حتى هو جديد 300 درهم نورمالمون كانوا 450 600 500 اليوم 300 درهم ولي طاي اختي مريم متوفرين فيهم من سمول 3 اكس ال ولكن اختي راه شوفي هاد البلوغ قرب عليا تبارك الله ما شاء الله والله هذا الموديل اختي خيالي داوي على راسو اختي موديل شوف تبارك الله الخدمه كي جايه والتنبات كتبان لك الحجره على الحجره اختي مريم شتي كيف كتشوفي هادشي اللي كتشوف في الكاميرا راه هو اللي في الحقيقه هادو 300 درهم 300 درهم اختي 6000 ريال وفي القياسات حتى من سمول 3 اكس ال اختي مريم من سمول حتى 3 اكس ال تبارك الله كيجي الخدمه شو الدريس شو الهديب كيجي في الكميم الكميم وفي الكول شي كول تبارك الله الهديب كيجي طوب بلا بحال في الكميمات شي الهديب كيجي مستيلي 300 درهم ولي طايح حتى 4 اكس ال حتى 4 اكس ال واللوينات راه تقريبا كاين شي 20 لون شي 20 لون في الناس اللي كيبغوا شي حاجه ايفازي خليكم معنا شوفوا معنا هاد شوفي مع اختي مريم ما بغيت ندوي ولكن ما عرفتش ما نقول اختي مريم موديل خيالي شوفي معايا الطريقه ديال التنبات الفكره كي جات اللي دار هذه الطريقه ديال التنبات الله يعطيه الصحه فكره جديده طريقه غزاله اختي مريم ديال التنبات نفس الطريقه اللي هنا كاينه هنا كاينه في راس الكم كاينه في الافتتاحات في الجناب كاينه في الدوره ديال القم فهمتيني اختي مريم ما شاء الله موديل هماوي ما نهضروش موديل تنسيك موديل وإيفازي وفي نوار كثار ولي طاي متوفرين من السمول 3 اكس ال اكس ال اكس ال 30 في الصدر في الربع ال ال اكس ال كتلبس ال ما بين ال والاكس ال فيها كاع لي طاي اجي تشوفوا معايا العروسات تبارك الله اللهم بارك الصلاه والسلام على رسول الله اللهم بارك اختي وزيد في داري شو تبارك الله اختي البلوكاس راه خيالي اللي صايبتهم نفس الخدمه اللي كتلقاي هنا كتلقايها في راس الكم ها هي شتيها كتلقايها في الدوره ديال القم كتلقايها في الجناب نفس الخدمه اللي كاينه كاين العريسات جلابه ديال 900 درهم 800 درهم 6000 ريال عند ازياء ايما 300 درهم اختي مريم 30 اورو جلابه خياليه اختي ب 300 درهم خليكم معنا وشوفوا معنا حتى هاد الجليبه هادي جليبة سامبل فيها طريزة في الكم صافي اللي عزيز عليه السامبل عشاق السامبل اختي مريم هادي جلابة نقية الشياكة والبساطة شوفوا هادي هاد الموديل لقى اقبال كثير حيت كلمتك هكا
في طريزه فقط في الكم اختي مريم، طريزه بالالوان كل لون واللون اللي تيتماريو معاه، بحال دابا الغوز راه غتلقاي ماري بالوان الطرز ديالو كل لون تيتطرز باللون اللي مارين معاه. بالنسبه للقياسات متوفرين من الميديوم 3 اكس ال اختي مريم، حتى 3 اكس اييه. شوف الطريزه كي كتجي في راس الكم، دابا موديل لون اخر غتلقاي فيه طرزه باللون اللي مارين معاه، كل لون لون اخر بما خرجت الموديل دائما توب كريب كوريا، كريب كوريا اوريجينال اختي مريم. هذا الموضوع ما خصناش نهضروا فيه. والقياسات حتى 4 اكس ال من قبل السمور 4 اكس ال لبستي رجعتي لا اجي تشوفوا معايا هاد الزواقه حتى هي أيوة. معايا حتى جليليبه هذه، جليليبه للون باللون اللي عشاق اللون باللون اللي ما عزيزش عليه الالوان، وهذا كتجي جلابه سامبل بالزواق ديال المعلم من السطو، طريزه جديده خفيفه وزوينه فنه وفيها هذه بشحال غتبقى لينا في الثمن؟ نورمالمون هادو كانوا 450، اليوم ب 300 درهم عند ازيائيين. جلابه بالكريب كوريا مليحه 300 درهم. اي جلابه صورناها لكم راه فيها اللوينات ديالها، فيها اللوان ولا 4 اكس ال. وبالنسبه لبنات الجمله راه كتبدا من 5 البياسات، هذا الثمن ديال التقسيط اللي كتسمعوا معنا دابا في الفيديو. وثمن الجمله اختي مريم راه حنا كنديروا ثمن زوين، اكيد تواصلوا معنا في النوامر وراح كنديروا ثمن زوين والتوصيل مرحبا داخل المغرب وخارج المغرب. خليكم معنا، باقي شكيلات باقي موديلات اخرين، اجي تشوفوا معنا هاد الموديلات. مرحبا دو بياس عشاق دو بياس اللي هي لقات طلب كبير هاد العام على دار الضجه. دو بياس عندنا متواجده بقوه، فيها اكثر من شي 20 ديزاين غنلبسوا اكثر داك الشيء اللي قدينا نلبسوا. المهم واحد السبعه بالنسبه لهاد دو بياس، لتحت كريب والفوقاني كريب والفوقاني كريب، وكتجي طريزه في النص ديال الطوق، طريزه في راس الكم في الكميمات، خديمه نقيه اختي مريم، والثمن راه هوته. يعني تستافد من القفطان بالكميمات كيف كتشوفوا معايا بوحدها، بغات تلبسوا الجلابه بوحدها، بغات تلبسوا بجوج تلبسوا معها. هذه اختي مريم مفاجأة، كنا دايرين لها 650، درنا لها 600 درهم، واليوم عليها اقبال وعنقصوا فيها، وخا عليها اقبال غادي نهبطوا لها في الثمن، لحقاش علاش المتتبعين ديالنا كيستاهلوا 550 درهم. الله يسخر 550 درهم. شوف بياس معمره كانت اختي ب 500 درهم حمر 550 يعني. اول مره عند ازياء هبه جلابه بالقميص ديالها خدمه نقيه ب 550 درهم. 550 درهم كيستاهلوا المتتبعين ديالنا كاملين هاد الاثمنه هادي، والقياسات حتى 4 5 اكس ال في هاد الجلابه دو بياس، وفيها جميع الالوان، فيها كاع الالوان كاع لي طال. شوفوا ليا القميص ديالها ها انتوما، اللي بغات تلبس قميص بوحدو بغات تستافد من الجلابه بوحدها. خليكم معنا ندوزو شكيلات اخرى. اي اختي شوفوا معنا اختي عشاق دو بياس، بغاو غير دو بياس غنسطيهم في دو بياس، عندنا بزاف موديلات كثار اختي مريم في دو بياس. هذا موديل اخر عاوتاني ديال دو بياس، الكخيب من الفوق ومن التحت جوهره بالالوان، ونفس الالوان اللي باش مخدومه مزوقه جوهره طارزين بهم. ورينا اختي جوهره. اييه جوهره الكميمات. اييه شو جوهره كيدايره اختي اللهم بارك، جوهره امبريمي. يعني استافدي من القميص بوحدو وتستافدي من الخفتين بوحدو وتستافدي من الجليبه حتى هي. حاجه مليحه. تقدر تلبسها بوحدها. تقدر تلبسها بوحدها، تقدر تلبسها مع جلابه بوحدها ولا تلبسهم بجوج. لا هو راه بالعقيدات تشوفوا معايا. جلابه دو بياس انيق اختي كلاس. كريب كوريا. اللهم شحال تبقى لينا اليوم؟ هادو كانوا ب 700 800 درهم، دايرين لهم 600 درهم. 600 درهم. ايوا واللي بغى في الجمله تيتواصل معنا. هذا الثمن ديال التقسيط. ايوا اختي مريم. وفيها اللوينات. فيها اكثر من 10 الوان. واللي طايح حتى 4 5 اكس ال كون طاي راه كاينين اللي طايح. خليكم معنا غندوزو شكيلات اخرين. اخويا سفيان. دابا اختي دو بياس، حنا باقيين في دو بياس، دو بياس اللي دايره ضجه، حنا عندنا فيها ديزاينات كثار زواوق كثار، ما غيمكنش نلبسوا كل شيء، داك الشيء اللي قدينا عليه. هذا ديزاين اخر، تيجيو الكميمات مفتوحين بحال هكا، جوهره من التحت، الفوقاني متروز طرزه بارا، هذه معروفه طرزه بارا ديال العسكر اللي هي بالالوان، شي حاجه خياليه. اييه شو جوهره التحت كي جايه النقشه، اخر ما كاين في عالم دو بياس. هذه بشحال غتبقى لينا اليوم؟ نورمالمون كانوا ب 900 درهم، دابا حاليا عند ازياء بس 600 درهم. جوهره من التحت الفوقاني كريب كميمات محلولين طرزه بالالوان خدمه نقيه 600 درهم اللي طاي 4 5 من سمول 4 اكس ال. دوري حبيبتي قفطان تقدر تلبسيه بوحدو، اجي تشوفوا معايا الكميمات كيفاش كيجيو مفتوحين مفتوحين باش يبينوا جوهره من التحت. تبارك الله ما شاء الله، عطيتي المتتبعين ديالنا اليوم الخاطر ديال بصح. اييه ومريم مسكينه حاجه ما كاينه البنات. اخر موديلات جاب لكم اليوم تبارك الله ما شاء الله، هذا غيبقى لينا 600 درهم. خليكم معنا ندوزو الموديل الاخر. اختي مريم شوفوا لي عشاق النوار
هو هذا النوار لا لون ولا شكل ولا خدمه ولا كل شيء. هذا الموديل طوب لا وما داري القميص اللي تحتاني مطروز فيه طريزه خفيفه فهمتي وبالراس الكم حتى هو مطروز ديال القميص. دابا هذا القميص اللي تحت التوب ديالو التوب ديالو لا موسلين جورجيت موسلين جورجيت في الكريب. شوفي الطريزه كي جايه في راس الكم طرزه في الموديل. خلي ليا في التعاليق موديل غزال اختي داوي على راسو اختي من احسن الموديلات اللي كاينين دابا في المغرب. سامبل دو بياس سامبل الفوقاني تحتاني مطروز تيجي تعطي الغابيل تحتاني باللون ديغرادي بالذهبي والنوار اخر ما كاين اختي في الخدمه. فاللوينات هاد الجلابه فيها الالوان وفيها لي طاي شحال غتبقى لينا؟ هادو من 900 درهم 600 درهم 600 درهم وما فيهاش غير الاسود اجي تشوفوا معايا البياض ديالها بلون كاسي. ها هي عشاق بلون كاسي نفس الديزاين غير هو في البلون كاسي اللي غنديرو. شوفوا ليا تبارك الله ما شاء الله حتى البيج البيج كريمي بالطرزه راه التحتاني مطروز كامل جلابه هذه كلاس بزاف عافاك نوريو راس الكم ديال التحتاني شو تحط عليك موديل اختي داوي على خميس وخميس علي موديل طوب اختي ما نهضروش هذا غيبقى لنا اليوم بشحال؟ ها انت اختي 600 درهم 600 درهم اختي مريم شوف والخدمه من التحت كي دايره شوف فطان من المستوى ماشي فطان تبارك الله شوفوا ليا هذا غيبقى لكم ب 600 درهم تبارك الله. الناس اللي بغاو دو بياس سريعو الكميه موجوده ما عرفناش من اللون غيتقاد دغيا جيو باش تلقاو قياسكم وتلقاو اللون اللي بغيتو. وهنا غنكون وصلنا معكم النهايه تاع هذا اللايف تاع هذا الفيديو هذا عفوا وما سخيناش بهم ونكونوا كلوا خفاف على قلوبهم هادشي اللي كاين. مرحبا بكم عواشكم مبروك وفطركم مبروك والسلام عليكم. السلام عليكم وغادي نوريكم واحد اللقطه في المحل ديالنا الثاني ان شاء الله دابا غنقطعوا غنوريكم واحد اللقطه واعره عند سفيان حقاش كيبقى فيه الحال بزاف. ودابا جبناكم المحل اللي كيتواجد حدا مدرسه انقره. المدرسه ديال انقره اختي مريم ها هي ها انتم ها ازياء هبه ها مدرسه انقره اللي كنا وريناها لكم هي هذه معروفه في قصريه الحفاري كازا درب سلطان كاينه البانو تاع قصريه الحميديه ها هو ازياء هبه. اجيو معنا غتلقاو المايسترو كيتسنى بالنسبه اختي مريم مدرسه انقره هي هذيك محل ثاني كيزيدو كاشبيس كيهبطو كتشوف نيشان. وبالنسبه اختي مريم الموبل هنايا واش كنا هنا في هذا الموبل هذا مابقاش مع الدروج راه ما بقيناش تما دابا غادي نمشيو دابا تحولنا ولينا عندنا الموبل ديال الجديد اللي درنا هذا الشيء هذا المحل العنوان ديال المحل الرابع مرحبا مرحبا بكم. هنا كنتواجدوا انا والاخ سفيان. فين هو سفيان؟ خليك عاد انت بلا ما سفيان شوفوا ليا مرحبا باش غنبداو اخويا سي مريم كاين كلشي كاين الهوتا كاين الصولت كاين هذا الموديل هذا اللي صورنا انا من هيك كاين حتى هنا هذا دو بياس 550 درهم شوفوا لي تبارك الله الراس دكدك بياس كاين هذا زاتشي غير زاتشي هذه شي حاجه طوب شي حاجه طوب شوف الخدمه كي دايره 300 درهم خليني اخويا سفيان خليني ما وري وري خليني خليني كاين هذا في حقيقه المحل كاين فيه الزاز شوف اختي مريم هذا 350 درهم فيها الالوان وفيها لي طاي كاين هذا الموديل هذا كان ب 700 800 درهم اليوم 600 درهم شوف 600 درهم كاين هذا دو بياس تحتاني راه الكرون طاي اختي مريم هذه 5 اكس ال ديجا هذه 5 اكس ال تبارك الله ما شاء الله كاين هذا الموديل هذا اللون باللون 200 300 درهم 300 درهم شوف الالوان كي دايرين كاين هذه الفيرزاتشي لوكاسي شي حاجه العريسات ديالنا كاين هاد الدوب بياسه ديال اختي مريم حقيقه غتحتاروا عندكم غير رزق هذا المحل الثاني باش حنا ما كان في الايام ديال الجلابه اختي مريم كاع المحلات كيكون عندنا قفطان كنحولوهم جلابه باش ما يبقاش علينا الضغط الضغط على الجلابه كيكون الزحام كنفرقوا شويه اخر ما كاين في الموديل اختي مريم نوري لك هذا تخيلي هذا هذا الموديل هذا ما نهضروش واعر اخر ما كاين هذا عجه عجه شوف الخدمه كي دايره ديالو شوفوا لي تبارك فيه الالوان ديالو كاملين شوف الغوش هذا الغوش ما نهضروش اختي مريم ها واحد وفيه العادات بالنسبه للوان كلهم لي كولور ديال هاد الجنة ديال هاد الجنة هاد الفرشكي ديالو هذا غوز بيبي غوز بيبي كاين هاد غوز بيبي شحال غزال تا هو تبارك الله هذيك واش هي اللي ملبسه اه ها لا لا كاين هذا شوفوا لي تبارك الله هذه شحال غوز فيشيا 300 درهم 300 درهم 300 درهم 300 درهم 300 درهم فيها حتى القنبطه اختي مريم تبارك الله مبطل عنده موديلات كاين موديلات كاين هذا الموديل اختي هذا اللي لبس لها معروف هذا دير ضجه صورناه راه داير ضجه فيه البلوكات فيه لاكار اجي معايا اختي مريم تشوف الراندا دو بياس عاود
قول لي هذه المحل حتى هو كيفاش داير تبارك الله. مريم كاين هذا الراندا دو بياس هي كيقول لي الراندا دو بياس الفوق قلت الفوق قلت الكريب في الكريب الكريب في الكريب راندا دو بياس القفطان وكاين اخر لي اخواني هاي معنا هذا الجلابه هذه راه خيال علمي خيال العلمي شافوا لي تبارك الله هذه الجلابه راه الدار ما تلقاهاش في السوق كامل ما تغطيش اللي داير الدجاج شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله اجي اختي مريم عندي قرب عندي شوف شوف هذا شوف شوف الراندا كي داير اللون باللون 300 درهم 300 درهم شوفي معايا شوفي معايا حقي معايا في الديتاي ديال الراندا الضربة على الضربة شوفي مريم 300 درهم خيطان شوف هذه اختي مريم كنلبسوها بالقميص جوهرة كتولي دو بياس كاين هذه كاين فيهم لي طاي من الان ثلاث 34 من 28 حتى 34 هذه كرون طاي شوف شوفوا لي تبارك الله 34 في الصدر كاين هذا اللون في اللون دايرين فيه واحد الثمن زوين واحد التخفيض هذا هاو كان 600 درهم شحال نديروا ليه اليوم؟ درنا له 400 درهم 400 هاو اللون في اللون 400 درهم تبارك الله ما شاء الله جيو حتى للمحل هذا كاين هذا القفطان هذا 250 200 درهم ولا لا هذا 200 ها صافي 200 درهم صافي قال لك 200 200 200 درهم هذا كريب تهلا في متبعين كريب ايريزي ايريزي 200 درهم اي شكل ورينا لكم ورينا تاع 180 درهم في اللوينات وفي 4000 4000 ريال كريب اريزي في القفطان هذا 180 جوهره هذا 180 درهم بالنسبه لك شي مريم هذا المحل شبعان هوتا غير يجي الكليان هنا ويقول لنا باغي نتقدا وغنعطيو الخاطر هذا 180 درهم 180 هذا 180 درهم لا ما شاء الله هذه بشحال قليله هذه وحده هذه فيها الدرونه ديالها فيها فيها 500 درهم وريني سفيان راه خلي يدير لينا فيها الصول هذه واحد الحبه هاي قليله هذه كانوا 1200 درهم يلا عطيهم بياس وحده ديك السيري يلاه تبرعوا ليا متتبعين ديالنا وهنا غنكون وصلنا معكم نهايه هذا الكيت الهوكه بغينا نوريو هذا المحل هذا شحال هذه ما وريناهم لهم بغينا زعما نقول لهم زعما هذا المحل هذا راه كاين موجود الخير اكيد شوفوا لي الجليبات تبارك الله ما شاء الله شوفوا لي الجليبات كاين دو بياس وكاينين شوفوا لي تبارك الله وريني شوف كريب هذا هاد اللبسه هادي دايره ضجه حكي عليها الطلب كثير كنبيعها ب 700 درهم 500 درهم اليوم هاي 500 درهم اللي بال 10000 ريال هذا القفطان هذا شحال 600 درهم هذا 600 يلاه العقيق الالوان ديالو كاملين شوفوا لي تبارك الله ما شاء الله كاين هذا 500 درهم داكشي كيحمق هذا 450 كنبيعو ب 500 600 درهم 450 كاين اختي مريم هذا في الدوب بياس شي حاجه روعه هذا ما ورينا نمشي لعند الباقي هذا السهام ديالو الفوقاني عندنا في هذا المحل هذا شوفوا لي هذا دوب بياس دوب بياس اختي مريم شوفوا بشحال راسك علينا هزه من الفوق باش تبان مزيان دوب بياس هذه خصك تلبس الصراحه شوفوا معايا شوف لي الدين ديالها كيف مخدومين هذه الثمن ديالها 600 درهم 600 درهم الكريب في الكريب كريب مرحبا وهنا شوفوا معايا الجليبات غنوريهم لكم تبارك الله ما شاء الله شوف اجي معايا شوفوا شوفوا الجليبات دو بياس الروعه شوفوا معايا هذا القفطان هذا هذا شحال غيبقى لينا هذا 600 درهم شوف المليح 600 درهم شوف المليح القرقع الغوص في الشيه ديالو بغيت نبات ديالو الغوص في الشيه ديالو اختي مريم ها هو ديال الزوم الغوص في الشيه ديالو كما المسلم شوفوا لي تبارك الله هذه كاينه كاين فيها الميناء وريت وريت الشكل ديالها هذه كانت اختي ب 1200 600 درهم اليوم هاي شوف هذه اللبسه كي دايره اختي 1200 درهم اليوم ب 600 درهم البنات هنا غنكونوا نختموا لكم ختامه مسك الكريب في الكريب 600 درهم هنا غنخليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي وبسلام عليكم
اي حاجه وريناها لكم راه فيها الالوان هذه السميه والعنوان صورناه لكم على وبسلامه عليكم مرحبا.